اخوتي الاعزاء، السلام عليكم. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، بصحه جيده وفي احسن الاحوال، وهانيين ومهنيين ان شاء الله. اخوتي مرحبا بكم في فيديو جديد، مرحبا بالناس الجداد اللي تلحقوا بعائله ابو ريان للاعلان والتوظيف. حتى نتوما اخوتي لكتو اول مره تشاهدونا، ضغطوا الان على زر الاشتراك وفعلوا الجرس باش توصلوا جديد الاعلانات. اذا اخوتي كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم والتعاليق ديالكم، وشكرا لكم بزاف على الدعوات الجميله ديال الامهات اللي كيخليو لينا في لي فيديو. وكنتمنى وليداتكم ان شاء الله يخدموا ويتوظفوا وتفرحوا بهم وتشوفوهم كما بغيتوا ان شاء الله. اذا اخوتي فاش نقول لكم، حنا شباب وكنحاولوا نتعاونوا مع الشباب بحالنا باش يتوظفوا ويلقاو الوظيفه المناسبه لهم، وحتى هما يديروا عائلات ويديروا ان شاء الله يكونوا اسره ديالهم. فهذا هو الخدمه ديال هذه الخدمه ديال القناه ابو ريان الاخوان، باش نتعاونوا مع الشباب العاطل والشابات العاطلين على العمل. اذا خوتي نعطيكم بعض الاعلانات ان شاء الله في بعض المدن المغربيه اللي توصلت بهم اليوم. اش كنت بغيت نقول لكم قبل هذا الشيء؟ بغيت نقول لكم كنعتذر بان يعني فيديوهات كنحطهم فيها كاين شويه الصداع، كاين شويه الضجيج. قريت بعض التعاليق البارح، يعني كنسجل بعض الاحيان في المقهى، كنكون خارج المنزل. فانا حاليا الاخوان في طور انجاز واحد مكتب، يعني واحد الفيرو ان شاء الله، وغادي يكونوا فيديوهات يعني نقيين، يكون داك الشيء تصوير جيد وصوت واضح ان شاء الله للجميع. اذا خوتي دعيو معنا في الدعوات الخير ان شاء الله باش ييسرنا ويوفقنا الله في عمل الخير. اذا على بركه الله الاخوان غنمشيو للاعلانات اللي عندنا الان. كاينين بعض الاعلانات يعني اليوم السبت، اليوم السبت الويكاند كيكونوا يعني اعلانات قلال شويه، توصلت غير بشي حاجه، دونك غادي نبارطاجيها معكم الاخوان. غادي نبداو بمدينه الدار البيضاء، فارماسي كاين في الدار البيضاء بالضبط في السونتر فيل في المدينه، كيقلب على مساعده تكون عندها خبره في المجال ديال البيع الادويه في لافارماسيتيك، يكون عندك ديبلوم ولا تكون عندك تجربه واحد من الجوج. اذا اللي بغى يتواصل مع لافارماسي الاخوان في الرقم 086 17 23 75. غادي نعاود الرقم 086 17 23 75. غادي نمشيو لمدينه مراكش بالضبط في جيليز، اوتيل كيقلب على سيده فام دي شومبر، يعني فام دي شومبر اللي كدير كيما كنقول تخمال، يعني كتخمل البيوت ديال لوطيل. اذا تكون عندك تجربه في المجال بالضبط، لوطيل الاخوات كاين في جيليز، هو اوتيل وريستورون وسبا، وكيقلب على فام دي شومبر. دونك اللي عندها خبره في هذا المجال وبغات تهدف يعني تخدم في هذه الوظيفه، تتصل بالرقم ديال لوطيل 05 24 45 83 89. غادي نعاود الرقم 05 24 45 83 86. اوتيل كاين في جيليز، ما سيفطوش ليا الاسم ديال لوطيل، فقط الرقم ديال الهاتف والمعلومات ديال لوطيل. دونك غادي نمشيو دائما غنبقاو في مدينه مراكش. شركه كتقلب على كرسي، تكون كتعرف تسوق الموتور وعندك خبره في مجال ديال الكرسي، تكون تعرف تمشي للادارات ولي بونك وتعرف تقرا الوثائق. بالنسبه للشركه سميتها تامسوري ليفريزون، سميتها تامسوري ليفريزون، كاينه في مدينه مراكش، ما عنديش الموقع بالضبط. فالخدمه ديالك اخي غادي توزع يعني كولياس اللي هما صغار، وايضا غادي يكونوا بعض الوثائق اللي يمكن لك ديهم الادارات كمحافظه وك الادارات ديال الابناك، ايضا كاينين ديال الوثائق للشركات الى اخره. فاخذ مساله كرسي راه بين موزع الوثائق و الكوليات. اذا اللي بغى يتواصل مع الشركه الرقم 05 37 83 20 00. غادي نعاود الرقم الاخوان 05 37 83 20 00. كنتمنى لكم اخوتي يسر الله اموركم، الله يوفقكم كاملين. اذا غادي نمشيو ونرجعوا لمدينه مراكش. مراكش اللي تحركات فيها الخدمه هذه الايام، وكنتمنى المدن الاخرى ان شاء الله توصلوا بعض الاعلانات، كم مدينه العريش العيون، مدينه ورزازات، ومدينه بني ملال، مدينه وجده، ان شاء الله مازالت المدن كاملين غادي توصلوا بالاعلانات ديالهم.
اذا قلنا مدينه مراكش ناس هادو بارتيكولي اللي ماشي شركه وهما كوبل يعني زوج وزوجة ديالو تيقلبوا على فام دو ميناج على ما اظن عندهم ابن تيقلبوا على فام دو ميناج تكون عندها تجربه في المجال وتكون معقوله وتكون كتسكن في يعني قريبه لكاليز. اذا الرقم ديال الناس اللي هو 06 61 42 74 08 غادي نعاود الرقم 06 61 42 74 08. اذا اللي مهتم بالاعلان يمكن لها تواصل مع الناس وان شاء الله كنتمنى لكم التوفيق اخوتي. كاين واحد الملاحظه ولكن ما نقولهاش لكم دابا الاخوان حتى من بعد الفيديو ان شاء الله اللي غادي تعاونكم باش ان شاء الله تلقاو العمل. غادي نمشيو لمدينه فاس. شركه كتقلب على ريسبونسابل ديال ماغازان، شركه كتبيع الاجهزه الالكترونيه وكتقلب على سيد ولا سيده اللي تكلف بالماغازان داكشي ديال لي ستوك لاريفاج اللي كيجي ديال السلعه اللي كتخرج لا ليفريزون. دونك تكون عندها تجربه في المجال ديال الماغازيناج ولا يكون عنده تجربه ذكر ولا انثى. بالنسبه للمستوى الدراسي ابتداء من بكالوريا اللي بغى يتواصل مع الشركه. فبالنسبه حتى الناس دابا كنحط في مثال الارقام هذه ملاحظه ثاني بسيطه كل ما كتجيني شي فكره جديده نبارطاجيها معكم. دونك فين ما كنحط الاخوان والاخوات شي اعلان ديال شي شركه بحال دابا هادي كيديروا باو ماغازين ماغازيني ولا ماغازينيير. الناس اللي كيديروا ايضا لا ليفريزون حتى نتوما تمكن لكم تواصلوا مع الشركه لانهم يقدروا يحتاجوا ايضا. للناس اللي كيديروا لا كونطابيليتي الناس اللي يعني اي مهنه ولا اي دومين عندك وذكرت واحد الاسم ديال الشركه ولا رقم الهاتف عيط واخا ما طالبينش التخصص ديالك ولا المهنه ديالك الحرفه اللي كدير عيط يعني في دايره في يد الله وما عرفتش شنو كاين ان شاء الله.